الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، معاكم مستر محمد عبدو، مدرس مادة العلوم من مدارس المنتظر الخاصة. إن شاء الله ولاد النهاردة هنحل مع بعض تدريبات الوحدة الثانية بتاعة الكتاب المدرسة على وحدة الطاقة بالثلاث دروس بتاعتهم، اللي هم كانوا الطاقة مصادرها وصورها وتحولات الطاقة والطاقة الحرارية. تعالوا نبتدي مع بعض ونشوف التدريبات بتاعتنا فيها. السؤال الأول بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة التي تكمل العبارات الآتية. رقم واحد، في فتيلة المصباح الكهربي تتحول الطاقة. المصباح الكهربي كان في تحولات الطاقة. الطاقة كانت بتبقى في الأساس طاقة كهربية وبتتحول لطاقة إيه؟ تتحول لطاقة ضوئية وطاقة إيه؟ حرارية. لو بصيت على الاختيارات، عندي كهربية إلى ميكانيكية، مش صحيحة. ضوئية إلى حرارية، برضك مش صحيحة. كيميائية إلى ضوئية، برضه غير صحيح. الأقرب للحقيقة هي من كهربية إلى إيه؟ حرارية. مستر يقول لي أنا ما لقيتش ضوئية. مش مشكلة، ما هو فعلا المصباح بيتحول من كهربية وفي جزء منه بيتحول على شكل حرارة. إذا الأقرب للصحيح هي الكهربية إلى حرارية. عند تشغيل المصابيح أو الراديو كاسيت، نركز مصابيح أو راديو إيه؟ كاسيت. في السيارة تتحول الطاقة داخل البطارية من الطاقة البطارية زي العمود الكهربي البسيط، كانت بتبقى أصل الطاقة إيه؟ بالظبط، طاقة كيميائية زي حمض الكبريتيك المخفف كده لما درسناها. يبقى أنا هحول الكيميائية، سواء بقى مصابيح أو راديو كاسيت، الحاجات دي بتشتغل بالكهرباء، صح؟ يبقى هختار الاختيار رقم ج من الكيميائية إلى كهربية. تلاتة، عند تشغيل مؤقت الغاز في المنزل تتحول الطاقة. مؤقت الغاز ده برضك اصله بترول، يبقى طاقة كيميائية. طب هو مؤقت الغاز ده بيطلع لي ايه؟ حرارة. يبقى انا هستخدمه يحول لي الطاقة الكيميائية الى طاقة حرارية. طب رقم 4، عند سقوط جسم من اعلى لاسفل، زي ورقة بتقع من فوق لتحت كده. طيب هي الورقة لما هتقع ايه اللي بيحصل؟ المفروض هي ارتفاعها بيقل. طب هو لما الارتفاع بيقل يبقى الطاقة المختزنة او طاقة الوضع بتقل. يبقى مين اللي بيزيد في السكه؟ وهي بتقع سرعتها بتزيد، يبقى طاقه الحركه هي اللي بتزيد. تعال نشوف الاختيارات بقى. تزيد طاقه الوضع تدريجيا، لا غلط، طاقه الوضع بتقل. طب تزيد طاقه الحركه تدريجيا، لان السرعه بتزيد لما بيقع من اعلى لاسفل. تفقد الطاقه الميكانيكيه اثناء السقوط، مستحيل، الطاقه الميكانيكيه بتظل ثابته لانها مجموعه طاقتي الوضع والحركه. طب تقل سرعه الجسم تدريجيا، ما احنا قلنا انها بتزيد، يبقى فين الجواب الصح؟ ما هي السرعه بتزيد، يعني طاقه الحركه عموما بتزيد عشان العلاقه ما بينهم علاقه طرديه، ان زادت السرعه تزيد طاقه الحركه. السؤال اللي بعده، عند قصف جسم بشكل راسي، انا كده بقى الجسم كان موجود في الارض وحذفته لفوق. طب كويس، هو انا لما بحذفه لفوق الارتفاع بيزيد، يعني المفروض ان انا لما بحذفه السرعه بتقل لان الارتفاع بيزيد. يبقى طاقه الحركه هي اللي بتقل المره دي، وطاقه الوضع هي اللي بتزيد. تقل سرعته تدريجيا، صحيح، لان السرعه بتقل فعلا لان الارتفاع هيعلى وطاقه الوضع هتزيد. طب تزيد سرعته، غلط. تزيد طاقه حركته، ما برضك السرعه بتقل، ما مش هتزيد، مستحيل. تقل طاقه الوضع، لا، ده احنا قلنا هي طاقه الوضع اللي هتزيد. يبقى الاقرب للواقع هي ايه؟ تقل سرعته تدريجيا لان الارتفاع هو اللي بيكبر في الحاله دي. طيب تتحول الطاقه في البندول المهتز من طاقه ايه لطاقه ايه؟ بخزنه من وضع الحركه، يتحرك حركه تزيد وضع يقل. يبقى الاختيار الصحيح فين؟ من طاقه وضع الى طاقه حركه والايه؟ والعكس. تنتقل الحراره عبر الاجسام المعدنيه، قلنا الاجسام المعدنيه طريقه انتقال الحراره الوحيده ليها، طالما جسم معدن يعني جسم صلب يبقى بالتوصيل فقط. الحمل الاجسام السائله والغازيه والاشعاع بيبقى عن طريق ايه؟ الاجسام الماديه او غير الماديه. حراره المدفأه تنتقل الينا، مين يقول؟ المدفأه بتطلع ايه؟ بيبقى جواها مثلا غازات وبتنتقل الحراره لينا عن طريق الاوساط الماديه وغير الماديه. يبقى الجواب الصح اختار ايه؟ بالاشعاع والحمض. بالاشعاع والايه؟ والحمض. وكذلك المصابيح برضك، الطاقه الوحيده او الشيء الوحيد اللي بيوصل لنا بالاشعاع فقط هو الشمس، ما ننساش المعلومات دي مهمه جدا. السؤال اللي بعده بيقول لي ما المقصود بكل من؟ رقم واحد، طاقة وضع جسم 20 جول. طب هقول التعريف عادي، مفيش مشكلة، هقوله ايه؟ معنى ذلك ان الطاقة المختزنة داخل الجسم للبذل شغل تساوي 20 جول. طيب ب، طاقة حركة جسم 60 جول، برضك هقول التعريف بتاع طاقة الحركة، هو ايه تعريف طاقة؟ معنى ذلك ان الشغل المبذول اثناء حركة الجسم يساوي 60 جول. ج، الطاقة الميكانيكية لجسم متحرك ب 100 جول، برضك هقول له التعريف بتاع الطاقة الميكانيكية. هو تعريف الطاقة الميكانيكية كان بيقول ايه؟ معنى ذلك ان مجموع طاقتي الوضع والحركة للجسم اثناء الشغل المبذول يساوي 100 جول.
اخر واحده عرف الطاقه الحراريه. هي الطاقه الحراريه هي ايه؟ هي صوره من صور الطاقه تنتقل الحراره من الجسم الاعلى في درجه الحراره الى الجسم الاقل في درجه الحراره. طيب اسئله سهله ما فيهاش اي مشكله، نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي علل لي ما ياتي. يوضع الفريزر اعلى الثلاجه، ما احنا قلنا احنا بنحط الفريزر فوق الثلاجه ليه؟ فوق الثلاجه مين اللي بيبقى موجود فوق؟ الهواء الساخن صح؟ اللي بيبقى اقل في كثافه عشان اللي كثافته اقل يعني، فبيكون ايه؟ موجود فوق، فايه بيرتفع لاعلى. طب لما الفريزر يقابله هيعمل فيه ايه؟ هيبرده صح؟ فتزيد كثافته لانه هيبرد فيهبط لاسفل، هيحل محله هواء اقل بروده منه شويه يعني فوق، هتفضل بردك وتتصاعد التيارات وتطلع وتنزل لغايه لما الفريزر يتلج ايه؟ الهواء كله. يبقى هنقولها ازاي؟ لانه يعمل على تبريد الهواء اللي هيبقى اكبر في الكثافه فيهبط لاسفل. وخلصت على كده؟ لا، اكيد هيحل محله هواء اقل بروده يعني بردك لسه فوق، ويستمر تصاعد تيارات الهواء الساخنه والبارده الى ان يتم تبريد هواء الثلج. طيب ايه عكسها بقى؟ توضع المدفأة رقم ب في أرضية الحجرة. طيب المدفأة بتبقى محطوطة في الأرض ليه؟ المدفأة أنا عايزها تدفي الأوضة صح؟ طب وهي بتتحط على الأرض مين بيقابلها؟ الهواء البارد اللي هو كثافته كبيرة بيبقى إيه؟ يهبط لأسفل. الدفاية هتعمل فيه إيه؟ هتسخنه. طب لما يسخن هيتحول لهواء ساخن يعني كثافته هتقل يعني هيرتفع لأعلى ويحل محله بردك هواء بارد، وتستمر العملية لغاية لما ندفي إيه؟ الهواء بتاع الأوضة كله. نقولها إزاي؟ هقوله لأنه يعمل على تدفئة الهواء الإيه؟ البارد اللي هو في الحقيقة بيكون إيه؟ ها؟ أقل كثافة، فيرتفع لأعلى ويحل محله هواء ساخن، ويستمر تصاعد تيارات الهواء الساخن والبارد إلى أن يتم تدفئة هواء الخرف. جيم سؤال مش جديد علينا. يتشابه الوقود داخل السياره مع الغذاء داخل الجسم الكائن الحي. الاثنين بيحرقوا، العربيه بتحرق الوقود والانسان بيحرق الغذاء عشان هما الاثنين عايزين طاقه. واحده هتحرك بالنسبه للعربيه، العربيه هتتحرك، واحنا بالنسبه لنا ككائنات حيه بنمارس انشطه حياتنا سواء بقى المشي او الجري او بذل الشغل بشكل عام عن طريق الغذاء، لان هو ده بالنسبه لنا طاقتنا المختزنه. فهقولها ازاي؟ لان كلاهما عن احتراقهما ينتج طاقه التي تعمل على تحريك السياره، واحتراق الغذاء يساعد الانسان او الكائنات الحيه بشكل عام على ممارسه انشطه حياته المختلفه. ده تفضل المحطات النوويه لتوليد الكهرباء عن المحطات البتروليه. اي حاجه فيها بترول فهي ملوثه للايه؟ للبيئه. هقول له لان المحطات البتروليه ملوثه للبيئه، والنوويه تعتبر مش ملوثه لكن مخلفاتها بقى تعتبر ملوثه، لكن في الاساس البتروليه هي الاقوى خطوره في التلوث. ليست كل التطبيقات التكنولوجيه لتحولات الطاقه تنال تقدير علماء البيئه، لان مثلا لو قلنا مثلا اختراع البوتاجاز هو حلو ومفيد وكل حاجه، لكن الغاز ده ملوث للبيئه صح؟ يبقى اقول له لان هناك بعض التطبيقات التكنولوجيه التي تعمل بمصادر الطاقه الغير متجدده مثل البترول والفحم وهي مصادر ملوثه للبيئه. طيب نكون كده انتهينا من السؤال ده، ننتقل للسؤال اللي بعده. بيقول لي اذكر 5 من التطبيقات التكنولوجيه التي يمكن ان تحول الطاقه من صوره الى اخرى مع ذكر التحول الحادث للطاقه في كل تطبيق. طيب تطبيقات تكنولوجيه، احنا عندنا تطبيقات تكنولوجيه كتيره، هي دي 5 اللي طلبهم. قال لي مثلا زي ماكينه الحاك، ماكينه الخياطه. تحول تتحول فيها الطاقة الكهربية إلى طاقة إيه؟ حركية. طب رقم 2 المفاعل الإيه؟ النووي. هقول له مثلا إيه؟ دي طاقة نووية، تتحول فيه الطاقة النووية عشان أطلع بيها كهرباء إلى طاقة إيه؟ كهربية. طب التلفزيون، قال لي تتحول فيه الطاقة الكهربية، بسمع صوت وأشوف صورة، إلى طاقة ضوئية وطاقة إيه؟ صوتية. الخلايا الشمسية اللي بنطلع منها الكهرباء أصل الطاقة إيه؟ تتحول فيها الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية. آخر واحدة التليفون المحمول، تتحول فيه الطاقة الكهربية إلى طاقة صوتية وضوئية. سؤال سهل ما فيهوش أي مشكلة. مسائل بقى نشوفها. بيقول لي ما وزن جسم طاقة وضعه 88 جول على ارتفاع 11 متر؟ خلينا كده نفتكر القانون. هو القانون في الاساس بيساوي ايه؟ طاقه الوضع بيساوي الوزن في الايه؟ في الارتفاع. طب ما هو المره دي اعطيني طاقه وضع واعطيني ارتفاع وهو عايز الوزن. يبقى نشقلب الحكايه، يبقى الوزن هيساوي ايه؟ وزن الجسم قال لي في الحاله دي يساوي طاقه الوضع مقسوم على الارتفاع. طب طاقه الوضع عندي بكام؟ ب 88، والارتفاع عندي بكام؟ ب 11. 88 على 11 تطلع معانا، وده وزن، يبقى الوحده 8 نيوتن. فكره سهله ما فيهاش اي مشكله. السؤال بقى، ما كتلة الجسم طاقة حركته 64 جول وسرعته حركته 4 متر لكل ثانية؟ القانون كان بيقول ايه؟ طاقة الحركة بتساوي نص الايه؟ الكتلة في الارتفاع. طب انا عايز الكتلة لوحدها. عارف النص اللي بموجود جنب الكتلة ده يطلع فوق باتنين، يطلع فوق بكام؟ باتنين. يبقى 2 في طاقة الحركة مقسومة على مربع الايه؟ السرعة. ونعوض،
2 ضغط الحركه قلب 64 مربع السرعه يبقى 4 تربيع، يعني كان ال 4 ضربت في نفسها كمان يبقى 4 في 4 16. الكلام ده على الاله الحاسبه هنلاقيه طلع ب 8، وما ننساش دي كتله يبقى 8 كيلو جرام. نركز في المسائل دي كويس قوي. طيب السؤال الاخير ده بقى، ده هيبقى ايه زي ما يكون تكليف او واجب، عايز اشوفه في الكومنتات بتاعتنا على الصفحه او على صفحه اليوتيوب، وحليناها قبل كده على فكره، بس انا عايز اشوفكم انتوا هتحلوها ازاي. بيقول لي سقط حجر كتلته 5 كيلو جرام من ارتفاع 8 امتار، احسب طاقه وضعه وطاقه حركته عند رقم 1 بدايه السقوط، ب وصوله الى ارتفاع مترين من سطح الارض، ج وصوله الى الارض باعتبار ان عجله الجاذبيه الارضيه 10 متر لكل سنه تربيع. واللي هيحل الاسئله الافكار دي ان شاء الله هنكتب اسمه ونكرمه باذن الله. وبكده نكون انتهينا من حل التدريبات النهارده. اشوفكم على خير باذن الله الحصه الجايه او الفيديو القادم باذن الله. شكرا جزيلا.